الأمل يتجدد والحياة تستمر، والإنسان دائم البحث عن المعرفة. فبعد سنوات طويلة من الحرب على مرض السكري، علاج ثوري جديد قد يفتح الأمل للملايين الذين أضنعهم هذا المرض. حيث أعلنت شركة فيرتكس عن نجاح تجربتها في شفاء أول مريض في العالم بمرض السكري من النوع الأول باستخدام خلايا البنكرياس المختلفة من الخلايا الجذعية. فبعد أن كاد عامل البريد برايان تشيلتون أن يفقد حياته نتيجة انخفاض حاد في السكري، توقف الآن عن العلاج بالإنسولين، ومن المنتظر أن تنتهي التجارب بالكامل لهذا العلاج قبل عام 2028. يعد السكري حالة صحية خطيرة سواء كانت الإصابة بالنوع الأول أو النوع الثاني، فما هي الاختلافات بين الاثنين وأوجه الشبه؟ تعني كلتا الحالتين أن هناك الكثير من الجلوكوز أي السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة كشفت أن داء السكري النوع الثاني أكثر شيوعاً من السكري النوع الأول على الأقل بنسبة 80%، فيما يعتبر مرض السكري النوع الأول حالة من أمراض المناعة الذاتية، بينما يحدث النوع الثاني بسبب عوامل نمط الحياة. ويشترك نوعا مرض السكري في الأعراض الشائعة مثل كثرة الذهاب إلى المرحاض خاصة في الليل والشعور بالعطش الشديد، بالإضافة إلى فقدان الوزن دون محاولة. ولنشاهد سويا يوما في تجربة من حياة سالم الكردي وهو أصيب بمرض السكري على أعتاب 60 من عمره. جاني خبر قصف بيتي في دمشق واحترق، واللي ما احترق انسرق. فزعلت ونمت، فيت لقيت حالي تعبان، رحت على المستشفى، عملوا لي فحص ضغط ودم، لقوا السكري عندي 450. واستمر هذا الزائر اللئيم. انت سميتي، انت قلتي مرض، انا بقول لك داء. السكري داء. الرياضة مهمة، المشي مهم، والأهم من ذلك كله الفرح. السعادة أحياناً كتير بتخلي السكر بمستوى المقبول، لكن الزعل والغضب والتوتر كل هذا بيرفع الضغط وبيرفع السكر معه. كيف تقبلته؟ تقبلته برضا من الله سبحانه وتعالى، وقلت إنه هذا نصيبي في الحياة. أشوف الناس بتاكل من صدر الكنافة، أوقف أتفرج عليهم، أو مثلا يعني زوجتي لما بتعمل إشي حلو وهي ماهرة في صنع الحلويات بتحط لي السكر المحلى، اللي مش السكر، السكرين، بتحط لي جزء منه، وأنا بحاول قدر الإمكان أني أخذ شقفة صغيرة بس للمشاركة. على كل ينضم إلينا من ولاية نورث كارولاينا البروفيسور ومساعد أمراض القلب والباطنية الدكتور فواز العنسي. دكتور يسعد صباحك، نورتنا في صباح العربية. صباحكم الله بالنور وحياكم الله. طب نريد معلومات أكثر يا دكتور، يعني علاج ثوري للسكري، يعني مفهوم كبير، بالخلايا الجذعية تنتج إنسولين. حدثنا أولا عن الخلايا الجذعية، أنواعها، وعن هذا العلاج. طبعاً أولاً أشكركم على الاهتمام في هذا الموضوع. الخلايا الجذعية هي الخلايا المنشأ، هي الخلايا الأساسية،
هي الخلايا الأم اللي تكون منها كل أعضاء جسم الإنسان. يعني في بداية التكون تكون هذه خلايا عامة، خلايا غير مخصصة، غير مقسمة، لكن بعد مرور وقت تبدأ تتقسم ليتم تشكيل أعضاء جسم الإنسان، سواء كانت كنا نتكلم عن الكلى أو نتكلم عن الكبد أو عن القلب. هناك أنواع عدة من هذه الخلايا الجذعية، ويتم تقسيمها حسب المنشأ، يعني منين طلعت هذه الخلايا وشن الأعضاء اللي ممكن تكونها. بس دكتور فواز، بالنسبة للخلايا من أين تؤخذ؟ لأنه هلأ صار في مؤخرا في العقد الأخير أنه تؤخذ من الحبل السري للمرأة التي بتولد لحظة الولادة، اليوم تؤخذ من شخص آخر، من شخص معافى، ممن؟ طبعا هذا السؤال جميل. الأبحاث اللي حصلت في 2000 وال2014 غيرت مفهوم هذا الأمر. احنا مسبقا كنا نعاني من عدة مشاكل، ما كنا نعرف شلون نأخذ هذه الخلايا وندخلها لجسم الإنسان لأني حاربها جسم الإنسان. لكن الأبحاث اللي حصلت بالفترة الأخيرة أتاحت لنا اليوم نأخذ خلايا من نفس الإنسان نفسه، قد تكون خلايا جلدية، يعني خلايا ليست حتى متخصصة في سكر الدم، نرجعها إلى خلية المنشأ ونعيد برمجتها مرة ثانية لتتوجه مرة ثانية وتشكل خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين. لذلك اليوم متاح لنا أخذ أي خلية وإرجاعها إلى المنشأ ومن ثم إعادة برمجتها مرة طيب. ثانية. دكتور، هذه الخلايا تستمر في الجسم المصاب مدى الحياة أم لا بد من تكرار العلاج؟ هذا اللي علينا لازم ننتظره. يعني طبعا نتوقعها تعمل لمدة 3 سنوات، نواجه مشاكل فيها، يعني الأجسام المضادة، المناعة يمكن شوية تكون لها دور في هذا الأمر، لكن الآن نعمل على نوع من أنواع الجل اللي هو يغلفها، وقد يعني تقعد فترة طويلة، حتى الآن أصبحت في هناك كبسولات للشعيرات الدموية علشان تمد هذه الخلايا في الأكسجين وفي الطاقة وتستمر، لكن نتوقعها تستمر على الأقل 3 سنوات ويمكن إعادة الحقن مرة ثانية. الموضوع لم يصبح دكتور فواز، الستام سيلز هذول بيشملوا المرضى السكري من النوع الأول والثاني ولا بس فقط النوع الثاني؟ لا طبعا هو من النوع الأول، لأن الستام سيلز احنا نتكلم اليوم عن إنتاج الإنسولين واللي هو مشكلة النوع الأول اللي هو النوع المناعي، النوع الثاني هو نمط حياة. أوكي. طيب دكتور، بالنسبة للخلايا الجذعية، هذا العلاج هل فعلا سيشفي من مرض السكري للمصاب بشكل كامل؟ طبعاً لو كنت سألت هذا السؤال في 10 سنوات الماضية كنت أتهرب منه، ما كنت أحاول أجاوبه، لأن الأبحاث حول الخلايا الجذعية بشكل عام كانت مختلفة ومتضاربة، لكن اليوم في بصيص أمل، هي خطوة موجبة. طبعاً أتوقع خلال 5 إلى 10 سنوات نعم أتوقع أن يكون هناك شفاء من النوع الأول، يكون دقيق، يعني هذه خطوة أولى. طيب، خطوة مهمة لكن قوي. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي يعتبر أكثر إضراراً بالمصاب، لكن النوع الثاني يا دكتور هو الأكثر شيوعاً في العالم، إيش حله؟ خصوصاً في مناطقنا وليس فقط بالعالم، هو نمط حياة. النوع الثاني من السكر في غالبية أحواله يعتمد على التغذية، احنا تغذيتنا بسبب المنطقة اللي عندنا، الأجواء اللي عندنا، دائماً نشعر في الجوع، دائماً نأكل كميات كبيرة من النشويات والكربوهيدرات. يعني زي ما قلت يشمل اللايف ستايل تاع الإنسان، هذا الفئة الثانية. اليوم هل يمكن الحديث عن فئة عمرية ممكن أن تكون فعالة أكثر معها في مسألة الستام سيلز أو لا؟ الستيم سيلز في النوع الأول لا توجد مرحلة، يعني شيلتون كان عمره 64 عام فما في مشكلة معينة بالعمر. نعم، لكن النوع جزيلاً. الثاني النوع الثاني يختلف نوعا ما. شكرا جزيلا دكتور على هذه التوضيحات، ونتمنى الشفاء للجميع وهذا العلاج الثوري أن يشمل الجميع ويفرح الجميع. شكرا جزيلا بروفيسور ومساعد أمراض القلب والباطنية دكتور فواز العنزي، يعطيكم ألف عافية دكتور، شكرا جزيلا.